ولمزيد من النقاش حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في محافظة البصرة التي وصفت بالأغنى في العراق لكن أوضاعها صعبة بلا شك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد عبد الله الفراجي الصحفي العراقي من بغداد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له عن الأوضاع في البصرة تحديدا يقول إن حكومة الكاظمي مطالبة بإيجاد حل عاجل للبصرة، إلى هذا الحد البصرة تعاني، كيف تصفون الأوضاع هناك؟ أخي، البصرة كما المحافظات العراقية تعاني من إهمال واضح، إهمال حكومي واضح وإقصاء وتهميش. البصرة هي المدينة الأهم والأغنى في العالم، تعاني من شحة مياه الشرب وتعاني أيضا من ضعف التيار الكهربائي وقلة الخدمات وضعف الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن. البصرة تعاني من ارتفاع معدلات أمراض السرطان، وذلك بسبب انتشار آبار النفط وبسبب الأسلحة التي استخدمها الأمريكان في قصفهم لمدينة البصرة في حرب عام 2003. البصرة حالها حال مأساوي، صحيح هي متشابهة مع حالها يشبه حال المحافظات الأخرى لربما، لكن البصرة كونها مدينة غنية بالنفط تحتوي على الكثير من المعادن، وكونها تحتوي على الاحتياطي الأول في العالم بالنسبة للبترول، سلطت الأضواء عليها من هذه الصحيفة، صحيفة المونيتور الأمريكية. طبعا للأسف البصريون هم الحلقة الأضعف في البصرة، الميليشيات تهيمن الميليشيات ومنذ 17 عاما، وعلى مر هذه السنوات عقبت الميليشيات في السيطرة على البصرة من جيش المهدي حتى من عام 2003 إلى 2007، وبعدها ميليشيات المالكي المقربة من المالكة العصاب وغيرها، وحتى الآن الميليشيات هي المهيمنة والمتنفذة على البصرة وأهل البصرة كميناء البصرة والشركات التي تعمل في البصرة. طبعا الشركات هذه التي تعمل في البصرة تدفع عتاوات لعناصر الميليشيات والأحزاب، كل ذلك الأهالي كل ذلك دفع الناس في أكثر من مرة للتعبير عن غضبهم، وكانت المرة الأخيرة بالأمس عندما حاصر الغاضبون من المتظاهرين الكاظمي في مبنى المحافظة أثناء زيارته للبصرة. برأيكم ما الرسالة التي يريد الشعب العراقي هناك أن يوصلها للكاظمي، وهل تلقى الكاظمي أو وصلت الكاظمي هذه الرسالة؟ طبعا الكاظمي يعلم أن الكيل قد طفح بأهالي البصرة، يعلم بأن البصرة أهل البصرة لا يريدون شيئا من الكاظمي سوى الخدمات كالماء الصافي والصالح للشرب والكهرباء والخدمات الحيوية للمواطنين، هم لا يريدون أكثر من هذا، لا يطالبون بطلبات مستحيلة وعصية عليه، لكن الكاظمي حاله حال الرؤساء الذين تعاقبوا على العراق، رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا العراق، لا يمكن أن يكون الحل سريعا لأهل البصرة. البصرة هي المورد الأول للنفط والبترول في العراق إلى العالم. طبعا المحافظة الأولى هي تأتي بالصدارة. المواطنون أرادوا إيصال أهل البصرة، أرادوا إيصال رسالة إلى السيد الكاظمي أن الكيل طفح، بأننا لا نتحمل أكثر من هذا، بأن أرادوا إيصال رسالة بأن الخدمات شبه مختفية، شبه معدومة في البصرة، ونحن نستقبل الشتاء، وربما مدينة البصرة والعديد من أقضية ونواحي البصرة مهددة بالغرق والطوفان. هذا الذي أرادوه. طبعا المظاهرات مستمرة منذ أمس وليلة أول أمس، واليوم قبل ساعة من الآن سقط متظاهر بنيران. القوات الحكومية هناك، المتظاهر عمر فاضل سقط قتيلا أو شهيدا رحمه الله. السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ عبد الله، يعني الكاظمي وعد بالتوظيف، وعد بتحسين الأوضاع وبغيرها من الوعود، يعني لماذا لا يصبر الناس وينتظرون قليلا؟ هل تعتقد أن هذه الوعود بالنسبة للناس لا تعني شيئا؟ أخي،
ما قبل الكاظمي وعاد السيد عادل عبد المهدي وقبله نور المالكي ذهبوا إلى البصرة. المظاهرات مستمرة في مدينة في محافظة البصرة مستمرة منذ عام 2010 و2011 إلى الآن. السيد المالكي ذهب لطمأنة أهالي البصرة وعدهم بتعيينات، لكن التعيينات لم تصل حتى ربما 5% من وعوده على جزء جدا محدود من أعوان ومن محيطي الميليشيات. أهالي البصرة الفقراء الذين لا واسطة لهم لا يتعينون بهذه السهولة. طبعا أهل البصرة فقدوا الثقة بكل الحكومات، لأن آخر وعد كان للسيد عادل عبد المهدي عندما ذهب ووعدهم بالتعيينات، وبعد يومين أو ثلاثة أيام وجدوا الفايلات التي قدموها في مذاب مدينة البصرة. نعم. أخي الناس وقد ظهر ذلك بالفيديوهات في ذلك الوقت وتابعنا هذه القضية. طيب، البصرة التي استمرت التظاهرات فيها لأشهر وانضمت لثورة تشرين واستطاعت أن تسقط عادل عبد المهدي إلى جانب باقي المحافظات، هل تكرر البصرة المشهد مع الكاظمي مرة أخرى؟ نعم، من هناك بدأت المظاهرات. ساحة البصرة هي الوحيدة التي أحرقت خيامها لثلاث مرات متتالية، وعادوا الشباب بجهودهم الفردية عادوا تلك الخيام وعادوا الساحة بعد مناوشات مع مكافحة الشغب وقوات ما تسمى حفظ النظام التابعة للحكومة بعد أن قمعتهم بكل وحشية. طبعا رأينا فيديوهات يوم أمس وقبل أمس القوات الحكومية تطارد الشبان البصريون في الأزقة وفي الشوارع شوارع مدينة البصرة. طبعا للآن مستمرة هذه المناوشات بين المتظاهرين والقوات الحكومية، خصوصا يوم أمس كانت في المظاهرات في البصرة في أوج قوتها في أوج ازدهارها، لأن الهدف كان السيد مصطفى الكاظمي، وكان الهدف إيصال رسالة بأن الكيل طفح وأن البصريون لا يمكن أن يصبروا. نعم. على الحكومة أكثر من هذا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الفراجي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.